بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي يتناول شرح دعاء الإمام السجاد عليه السلام لولده، ووصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام: ولا تحجب دعائي عنك وقد أمرتني به. بعد أن بينا في الحلقة الماضية بعض موانع استجابة الدعاء، يأتي الدور بنا إلى هذه الفقرة في بيان ما هي الأمور التي تحجب الدعاء عن الله سبحانه وتعالى. هناك موانع لاستجابة الدعاء، وهناك حجب تمنع وصول الدعاء. هذه من الأمور التي هي أكثر خطراً من موانع استجابة الدعاء. بعض الأحيان الإنسان يدعو ولكن دعاؤه يصل إلى الله ولكن لا يسمع، لا يستجاب. ولكن في بعض الأحيان الأخرى والعياذ بالله، الإنسان يدعو ولكن دعاؤه أصلاً لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فضلاً عن استجابته أو غيره. فهذه من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة من الإنسان المؤمن، بأنه كيف يمكن أن يتخلص من هذه الأمور التي تحجب عن سماع دعائه عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في دعاء كميل، ويشير إلى هذه الحقيقة، يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. فإذا هناك ذنوب تحبس وصول الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصل الدعاء. في موضع آخر أيضا في نفس الدعاء يقول: فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. أمير المؤمنين عليه السلام يبين العلة في ذلك، بأنه في بعض الأحيان الإنسان يدعو ولكن يحجب الدعاء عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يبين العلة في ذلك ما هي؟ أنه سوء عملي وفعالي. سوء أعمالي وسوء أفعالي هي التي تحجب دعائي عن الله سبحانه وتعالى. الإمام السجاد سلام الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة، بأنه: يا إلهي لا تجعلني أفعل بعض الأمور، بعض الأفعال التي تحجب وصول الدعاء إليك. اجعل دعائي لأولادي ودعائي لنفسي دعاء مستجابا واصلا إليك، متحقق الإجابة، مضمون الإجابة. وسنأتي ونبين بعض الأمور، بعض الفقرات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الحجب في وصول الدعاء، أو ما هي الأسباب التي تؤدي بأن يكون الدعاء محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذه الرواية الأولى التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. هذا من أول الحجب التي يجب على الإنسان المؤمن أن يرفعها عندما يدعو. لا يجعل أي دعاء يدعوه عند الله سبحانه، يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى أو يدعوه من الله سبحانه وتعالى، لا يجعله خاليا من الصلاة على محمد وآل محمد. إذا كان خاليا فليعلم بأن دعاءه أصبح محجوبا. كذلك ورد عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه. فإذا ذكر النبي أو فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء. لو دعوت ولم تصلي على رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين، هذا الدعاء أصبح مجاله عندك، أصبح يرفرف فوق رأسك، لا يصل إلى الله. ولكن عندما تذكر النبي وأهل بيته الطاهرين، عند ذلك هذا الدعاء يصبح مسموعا، يصل إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يبين رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المجال بعض الحجب التي تحجب وصول الدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، يبين ويصنف بعض الذنوب وما هي آثار هذه الذنوب، وكل ذنب ما هي النتيجة المترتبة عليه. أنا أذكرها للفائدة، وإلا موضوع الشاهد هو فقط في نهاية هذه الرواية. يقول: الذنوب تغير النعم، البغي يوجب الندم، القتل ينزل النقم، الظلم يهتك العصم،
شرب الخمر يحبس الرزق، الزنا يعجل الفنا أو الفنا، قطيعة الرحم تحجب الدعاء. هذه آثار الذنوب، والأخيرة هي موضوع الشاهد. الإنسان إذا وجد بأنه دعاؤه لا يسمع من الله سبحانه وتعالى، لا يستجاب، فليعلم ولينظر إلى تصرفاته مع أرحامه، هل هو واصل لأرحامه أو هل هو قاطع لأرحامه. إذا كان قاطعا لأرحامه فليعلم بأن دعاؤه محجوب عن السماع، لا يصل أصلا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ورد في رواية أخرى عن الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: والذنوب التي ترد الدعاء، دعاء يصبح مردودا غير مستجابا، سوء النية وخبث سريرة، يعني خبث النفس، والنفاق، وترك التصدق بالإجابة، وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها، وترك التقرب إلى الله عز وجل بالبر والصدقة، واستعمال البذاء والفحش في القول. هذه كلها من الأمور التي ترد الدعاء. لذلك حقيقة الإنسان يجب أن يراجع نفسه. الكثير من الناس تجدونهم بأنهم يشتكون، يأتون إلى العلماء، يأتون إلى المراجع، يأتون إلى رجال الدين ويسألونهم بأنهم لماذا نحن ندعو ولكن لا يستجاب لنا. هذه من الأدعية المتكررة، لماذا نحن ندعو ولا يستجاب لنا. الإنسان يجب أن يرجع إلى نفسه. من المستحيل بأنه الإنسان إذا كان ملتزما بأوامر الله ومنتهيا عن نواهيه يدعو الله ولا يستجيب له، مستحيل هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى كما بينا أكرم وأجل من أن يعد الإنسان شيئا ثم يخلف وعده. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وضمن لنا الإجابة، فإذا الخلل في الإنسان نفسه، في العبد نفسه، فليراجع تصرفاته. سيجد هناك بالتأكيد بعض الموانع التي تمنع استجابة الدعاء، بعض الحجب التي تحجب وصول الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ورد في رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إذا أراد أحدكم أن يستجاب له ماذا يفعل؟ إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا فليطلب فليطيب كسبه. أولا فليكن كسبك طيبا صادرا من حلال، صادرا من تعب، من كدك، من عرق جبينك، من موارد حلال، ليس من موارد حرام، ليس من موارد شبهة. فليكن كسبك طيبا، وليخرج من مظالم الناس. اخرج من مظالم الناس، لا تظلم الناس. ظلم الناس ليس فقط أن تحمل عليهم السلاح، ليس فقط أن تذهب وتؤذيهم أو تقتلهم أو تنتهك عرضهم، لا، هذه كلها نعم من المظالم، ولكن في بعض الأحيان الإنسان يظلم الآخر بتصرفاته اليومية، يستغيبه، يحسده، يؤذيه في أقواله، في أفعاله، هذه كلها من المظالم. أخرج من مظالم الناس. وإن الله لا يرفع إليه دعاء عبد وفي بطنه حرام، هذه قاعدة يعطيها الإمام الصادق سلام الله عليه. إن الله لا يرفع إليه دعاء عبد وفي بطنه حرام، هذه الشرط الأول أو الصفة الأولى، أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. هاتين الصفتين إذا كانت متواجدة في أحد الناس أو إحدى هاتين الصفتين، إما أن يكون في بطنه لقمة حرام أو كان في ذمته مظلمة لأحد من الناس، دعاؤك لا يكون مسموعا، لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى تصرفاته، وكل إنسان يعلم ماذا يفعل، ما يعلم ماذا يكسب من النهار إلى المساء، فلينظر وليراجع تصرفاته. لذلك وردت التأكيد في الروايات المباركة عن أهمية محاسبة النفس. الإنسان الذي يحاسب نفسه يقف على موارد العلة، يعلم أين يوجد الخلل، ولكن إذا ترك نفسه بدون محاسبة تمضي عليه الأيام وتتراكم عليه الخطايا ولا يعلم أين هي المشكلة.
كذلك ورد في هذا الدعاء المبارك: وامن علي بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي، ما ذكرت منه وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت، أو أعلنت أو أسررت. أيضا دعاء من الإمام السجاد عليه السلام في نفس هذا الدعاء المبارك لأولاده، يقول: أمن علي بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي. يسأل من الله سبحانه وتعالى بأنه: يا إلهي، جميع الأمور التي تصلحني، التي تكون فيها مصلحة لي في دنياي أو في الآخرة، أنت يا إلهي اقضها لي، أنت يا إلهي سهلها لي، استجب لي فيها. ما ذكرت منها وما نسيت، بعض الأحيان الإنسان ينشغل ببعض المشاغل أو ببعض الحاجات المهمة وينسى الحوائج الأخرى. مثلا لاحظوا أنتم إذا كان لا سمح الله عندكم أحد مريض في البيت، وهذا الشخص عزيز عليكم، قد يكون ابنكم، قد يكون أحد مثلا أقربائكم، أحد والديكم، تجد بأنك ولو كنت تملك 10 حوائج مهمة، 10 حاجات مهمة في هذه الحياة، ولكن مباشرة عندما تسأل من الله سبحانه وتعالى تسأله فقط شفاء هذا المريض، الحوائج الأخرى تذهب عن بالك، تنساها لأهمية هذه الحاجة. الإمام السجاد عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى بأنه: يا إلهي، ما ذكرت من هذه الأشياء أو ما نسيتها. طبعا الإمام لا ينسى، ولكن هو تعليم للمؤمن، يعلمه كيف يدعو، بأنه: يا إلهي أنت أقضيها لي، جميع الأمور التي فيها مصلحة لي في الدنيا أو في الآخرة أنت أقضيها لي. أو أظهرت أو أخفيت، أو أعلنت أو أسررت، الحوائج، الأمور التي طلبتها أظهرتها أمام الناس، أو التي لم أظهرها، كانت داخل نفسي، أنت يا إلهي أعلم بما في نفسي، أنت أقضيها لي. خصوصا بعض الأحيان الإنسان قد تكون لديه بعض الحوائج الخاصة التي لا يريد لأحد أن يسمع فيها أو أن يعلم بها، لذلك تجده بأنه دائما عندما يدعو خصوصا في هذه الحوائج يكون منزويا في مكان معين، مكان خاص مغلق، بحيث أنه لا يراه أحد فيها، لا يريد أن يعلم الناس حاجته في هذا المجال. قد تكون حاجة خاصة، قد تكون لديه مثلا مشكلة في داخل عائلته، يوجد لديه خلافات مع زوجته، يوجد لديه بعض القلة في الرزق ويستحي أن يطلب الرزق أمام الناس. هذه الحوائج كلها وإن كانت لم تعلن أمام الناس، لم تطلبها مباشرة أو بشكل واضح وجلي وعلني أمام الناس، ولكن أنت يا إلهي تعلم ما في نفسي، فأنت يا إلهي كل الأمور التي فيها مصلحة لي في أمور دنياي وأمور آخرتي أنت أقضيها لي. وسنأتي ونبين كيف أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة دائما يقدم ما هو فيه صلاح وخير للإنسان المؤمن، دائما الله سبحانه وتعالى يقدم ما فيه خير وبركة للمؤمن، وسنأتي ونبين ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل من الله سبحانه وتعالى بأن نوفق بأن نكون من الذين يدعون الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم وحوائجهم، وأن يلاقوا الإجابة على دعائهم، وأن نحشر مع محمد وآله الطاهرين إن شاء الله تعالى في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.